حلقة جديدة، هي عبارة عن رد فعلي عن مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي. النهاردة تكون حلقة جامدة جدا وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك، وأنا قررت إن أنا أغير الإنترو بتاعي ومكاني عشان أكيد زهقتوا منه. دلوقتي يلعبوا كورنر، حصل عمر بركات، جول جول جول، عمر بركات ضحك عليهم، عمل نفسه هيعمل عرضية لو شفتوها في العادة ولكن حطها، وادي فرحة الجماهير وفرحة لاعيب النادي الأهلي. الله الله الله، هادي فرحة الجماهير اهو، هدف عالمي جدا من عمرو بركات. شوفوا 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 الكورة، شوفوا الكورة وشوفوا الجون، جون جميل عمرو بركات. اوه لفها كده، دخلت على نص الجون. كورة حلوة 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 حلوة، كورة جميلة جميلة جميلة. وادي فرحة الجماهير، لحظة الهدف، الكل يا سلام على المباراة، يا سلام يا سلام على المباراة. ينفجر من خيالي، لكن خياله هو لازم يكون موجود خطيرة في الملعب لحد اخر لحظه يرتدي فيها اسلام محارب عبد السلام الشيف الشيف وغالي 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 اسلام محارب وجول. الله الله الله، الصفقه الجديده اشتغلت، الصفقه الجديده اشتغلت. وادي فرحة الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي، وادي فرحة لعيبة الاهلي، وفرحة كل من يعشق الاهلي. ادي عمرو السولية ما فيهاش اوف سايد، حسام غالي ما كانش متسلل. شوف عمل ايه، شوف عمل ايه، شوف عمل ايه، ولعبها لاسلام محارب وحطها. اسلام محارب يا ولد يا لعيب، كورة جميلة جميلة جميلة، كورة خطيرة خطيرة. وتخش ما تنسوش تعملوا سبسكرايب طبعا ولايك، وان شاء الله الحلقات اللي جايه هتبقى مفاجاه. باي باي.